السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة، اكيد هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نروح على طول على اول فقرة معانا، بس هتكلم على العناوين ومنها الى التفاصيل. ضربة قاضية تطيح بالزمالك، كهربا يفاجئ الابيض، الخطيب يعتذر للبيب، وهجوم كولر ومع اللي يرفض التجديد. نروح على طول على اول فقره معانا. قلت لكم قبل كده يا جماعه، الزمالك لما بياخد قرار في اي حاجه مع اختلاف مجالس الادارات، بالمناسبه يعني مش لازم بس على مجلس الاداره الحالي او السابق او القادم، اي مجلس اداره، التاريخ بيقول ان الزمالك لما بياخدوا قرار وارد جدا بنسبه 100% يرجعوا فيه، وارد جدا بنسبه 100% يرجعوا فيه، عكس النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بياخد قرار تربوي بالذات العقوبات والتاديب، لو حصل ايه خلاص القرار اتاخد. طب اتاسف، طب اعتذر، طب ابوس على دماغك، ابوس على رجلكو، ابدا، خلاص القرار اتاخد. ولكم في عصام الحضري في رمضان صبحي عبره وعبرات، احمد فتوح والزناري ومحمد صبحي، ثلاثة عملوا مشكلة وصدر ضدهم قرارات وتم عرضهم للبيع. نادي الزمالك جاب ورا، نادي الزمالك جاب ورا، نادي الزمالك بيضغط دلوقتي على فتوح، تعالى يا ابني استهدى بالله وتأسف، اعمل بيان اعتذار واقبل بالاعتذار وهنجدد لك وفق طلباتنا وتعالى كمل ماشي، بس هنطلع نقول حتى مش عايز تكتب اعتذار ما تعتذرش، بس هنطلع نقول في الاعلام وللجمهور الولد اعتذر وعرف غلطه واحنا قبلنا اعتذار. ده اللي هيحصل. الدليل على كده اسال اي مشجع زملكاوي، قول له لو فتوح رجع وقال انا اسف هتقبل ولا ما تقبلش؟ هيقول لك ابننا وغلط، ابننا وغلط، حتى لو اهانكو، حتى لو عمل ايه، ابننا، مهما يعمل ابننا. وده الفرق، واللي هيفضل فارق ما بين الاهلي واي نادي تاني هي الحاجات اللي زي دي، اللي قد تبدو للبعض انها بسيطة لكنها بتكون سبب في البطولات والحصول على البطولات. بدأت الصفحات البيضاء ومن ينتمون لمجلس حسين لبيب او قريبين من مجلس حسين لبيب بدأوا يقدموا المبررات لعدم تقديم اي شيء في مجلس ادارة حسين لبيب. البعض بدأ يتكلم ان مجلس ادارة الزمالك النادي مديون ب90 مليون جنيه للعيبة بس، 40 مليون مستحقات قديمة و50 مليون مستحقات بداية الموسم، وقد ايه كان الله في عون حسين لبيب ومجلس ادارة حسين لبيب. بصوا يا جماعة، انا ما بحبش تزويق الكلام، ما بعرفش ازوق كلام، انا بديها على طول كده صايمة. هو حسين لبيب حد ضغط عليه وحد غصبه هو ومجلسه ان هما ينزلوا الانتخابات قولا واحدا؟ لا. طب حد شربهم حاجة صفرة أو حاجة حمرة قبل الانتخابات ومعرفهمش الأزمات اللي فيها نادي الزمالك قولا واحدا؟ القاسي والداني أكثر الناس بعدا عن النادي، عارفين مشاكل النادي وعارفين مديونيات النادي، فكون ان انت خدت قرار في لحظة شجاعة ولحظة جراء انك تترشح يبقى تتحمل تبعات قرارك. لان النهارده يا جماعه الناس اللي طالعه تبرر لحسين لبيب والمجلس حسين لبيب، اصل يا حرام، واه ده مع مديونين هيعملوا ايه، الشيله تقيله، الحمل تقيل، الوزن تقيل. ما يا حبيبي، ما هو دخل الانتخابات بناء على ايه؟ ما هو عارف، هو عارف ان الشيله تقيله وبناء عليه خد قرار انه يخش يساعد. ما انت ما تقنعنيش ان 13 فرد تجمعوا على كلمه رجل واحد وخدوا الاف الاصوات
عشان يجوا في الاخر يبقوا متفاجئين وتبقى الصدمة والذهول عليهم ان هم لقوا قدامهم بركة. لا، الكل يعلم. اصغر مشجع في الزمالك عارف ان الزمالك مديون بمليارات. فانت النهاردة ما تجيش تخش وتضحك على الناس او تشتغل الناس وتيجي في الاخر تقول لهم ما باليد حيلة، هات يا دولة، ادفع يا دولة. وانا حذرت من الكلام ده من قبل الانتخابات، كلامي واضح والفيديوهات موجودة، انا ما بجيبش كلام جديد، كلامي. والناس تكدبني في الكومنتات، قلت لكم ايه؟ قلت لكم حسين لبيب هينجح، وبعد ما هينجح شهر شهرين هيقول لك منين؟ مش قادر. الحقينا يا دولة، الزمالك تاني اكبر شعبية، الشعبية الجماهيرية، الناس لازم تبقى مبسوطة. الحقينا يا دولة وادفعي يا دولة. اللي مش قد الشيلة ما يشيلش، اللي مش قد الدح ما يقولش أح. للأسف الشديد مجلس إدارة الزمالك قعد يقولوا أح أح أح، ما كانوش قد الدح، ما كانوش قد الدح. ما كنتش قد الشيلة ما تروحش تهوب ناحيتها، سيب غيرك. لكن انت قلت انا قدها وقدود، شيل يا ابو الرجال، شيل يا سبع السباع. النهارده نادي الزمالك يا جماعه، خوان كارلوس اوسيريو تم اللعب فيه بالريموت كنترول خلاص. دلوقتي اوسيريو يا جماعه اللي بيمشيه لهو خفي، هو معلوم للجميع، ولكن خلينا نقول عليه الميرو الخفي او اللهو الخفي. اللي بالمناسبه، بالمناسبه اذكركم واذكر نفسي برضو، قلتها لكم قبل كده، التاريخ يا جماعة ميزة التاريخ انه بيعيد نفسه. يعني في فترة وجود حسين لبيب في لجنة مؤقتة، كان كل يوم والتاني لو تفتكروا شكوى شكل في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وغرامة شكل وخطاب شكل، وكله كان بيطلع مرة واحدة، كل الخطابات كانت بتطلع مرة واحدة. مش حسين لبيب ورجع مرتضى منصور، حنفية الغرامات والإيقافات والجوابات والمحتاجات والحلويات كل وقف، ما بقاش حد بيشتكي، كل بيشتكي من كتر اللي بيشتكي، محدش بيشتكي. مشي مرتضى منصور، جه مجلس إدارة جديد، اشتغل، اشتغلت الحنفية تاني وفتحت تاني. النهاردة خوان كارلوس أوزوريو راح اتحاد الكورة عشان يشتكي نادي الزمالك، وله كامل الحق بالمناسبه. الراجل له 3 شهور يا جماعه، 3 شهور 300,000 دولار، يعني بتتكلم في ايه؟ و3 شهور شرط جزائي، يعني 600,000 دولار في السعر النهارده بتاع السوق، النهارده بسعر البنك 2 مليون جنيه. هل انت لو انت ليك 2 مليون جنيه يا زملكاوي عند نادي الزمالك هتسيبهم؟ والله ما هتسيب لهم جنيه. الراجل النهارده له 600,000 دولار، فراح يشتكي لاتحاد الكوره. يا جماعة يا خلق، هو أنا ليا 600,000 دولار عايزه. فاتحاد الكورة بعت لنادي الزمالك وقال لهم تعالوا، احنا مش عايزين نمشي في الإجراءات. ودي كارثة جديدة على فكرة، دي مصيبة من ضمن مصايب اتحاد الكورة. لأن اتحاد الكورة لو اشتغل رسمي، ابعت جواب للزمالك قول لهم إن الراجل عايز كذا، هتبدأ العداد يعد أسبوعين أو 3 أسابيع، وبعد كده الشكوى تتحول للفيفا. لكن اتحاد الكره عمل ايه؟ قال لك اما نحلها ودي، حبيكوا حبي، زي ما عملوا في موضوع المصري بتاع احمد ايمن منصور والولد التاني احمد عيد. روح يا زمالك انت والمصري في حته زنقه كده تحت شجره، وخدوا 2 ليمون وحلوا مشكلتكم بعيد عننا عشان ما نضرش حد فيكم. نفس الحكايه النهارده، بدل ما اشتغل رسمي، لا، راح رافعين السماعه، كابتن حسين في كذا 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 كذا، ابعت لنا حد من عندك يجي يتكلم مع الراجل ويشوفه، بدل ما نمشي في الرسم ويبقى في مشاكل على نادي الزمالك. فرح راح وفد من نادي الزمالك النهارده يقعدوا مع اسوريو عشان يوصلوا لتسويه لازمه المستحقات وديا حبيا بعيدا عن التصعيد للاتحاد الدولي لكره القدم. الغريب والمريب ان نادي الزمالك قال لك والله احنا فلوسه جاهزه يا بيه، احنا كنا متفقين معاه يجيلنا في يوم فلان الفلاني وهو اللي ما جاش يا بيه، انما فلوسك يا اسوري والله موجوده، اسوري فلوسك موجوده حبيبي في الحفظ والصوت.
طب يا جماعة بالعقل، هو أسوريو ده مش له حساب مصرفي؟ اه. طب ما بعتش ليه الفلوس بتاعه على الحساب بتاعه؟ ولا انت لازم تسلمها له يدا في يد؟ لا مش لازم يسلمها له يدا في يد، لكن الزمالك عايز يقصقص ريشه، لو ليك 600 هندوس عليك نديهم لك 250، عاجبك عاجبك مش عاجبك اشرب من البحر. عشان كده أسوريو قرر يلجأ للشكوى. هنشوف ايه اللي هيحصل في موضوع أسوريو. الضربة القاضية مش في موضوع أسوريو، فلوس أسوريو دي حاجة تقدر تتلم، لكن في حاجات ما حدش هيقدر يلمها. والله لو مين، ما حد هيقدر يلمها. ده عايزة الصندوق البنك الدولي عشان يعرف يلمها. الزمالك يا سادة يا كرام، المديونيات المستحقة على الزمالك دلوقتي هقول لك كام. ورقة وقلم يا سيد الناس، ورقة وقلم يا ست الكل. 2.3 مليون يورو خالد بوطيب، 1.5 مليون دولار سبورتنج لشبونة، 500,000 أسوريو، 300,000 دولار، 500,000 دولار أو 600، 300,000 دولار أتشيمبونج، 500,000 دولار بتوع الفرقة بتاعت سامسونج كوكاكولا، 110,000 دولار باركر بتاع كرة اليد، 70,000 دولار جواو بتاع الطايرة، 60,000 دولار جيرالدا بتاع اليد. دي كلها ديون، يعني بتتكلم في حوالي 6 مليون دولار وانت شاكب راكب. هيجيبوا منين؟ هيجيبوا منين؟ طب الزمالك له فلوس ايه بره؟ فلوس كهرباء كام؟ 2.5 مليون دولار. طب هل كهرباء هيدفع؟ قولا واحدا انت بتحلم يا حمدي، يا حلمي ولا اسمك ايه؟ بتحلم، انت بتحلم. محامي كهرباء خدها من العبد لله علي العباسي محامي التونسي، هيخلي الزمالك يلف حوالين نفسه. عارف التع لفات فات وفضلوا 7 لفات، كهرباء يخليهم 6 لفات. لف حوالين نفسك. ومش هطولك حاجة، هفضل ألعب سنة سنتين وأنا بلففك حوالين نفسك، وفي الآخر هبطل كورة. والاتنين ونص مليون دولار اللي هم يطلعوا بالمصري شاكب راكب 100 مليون جنيه، هاخدهم أشغلهم في الكتاكيت، هجيب قمح وغلة واعملها بليلة وهكسب وهكسب. لكن ادفع لك 100 مليون ليه ان شاء الله؟ وانا العمر كان فيه كام 100 مليون اجيبهم؟ عشان كده الزمالك بيلف حوالين نفسه. فاكرين الناس اللي كانت بتضحك على الجمهور وتقول لهم لا انا اقبل بتقسيط غرامة كهرباء؟ كنت بطلع اقول لك، ومين قال لك انك تاخد قرش من كهرباء؟ ومين قال لك انك تاخد جنيه من كهرباء؟ عشان كده النادي النهارده عايز ياخد قرض ب 300 مليون. عايزين قرض لانهم مش قادرين. هنجيب منين؟ انت متخيل رجال الاعمال الزملكاويه يوم ما جمعوا كام؟ حوالي 600,000 دولار، 700,000 دولار. كلهم سلطاتهم ببابا غنوجهم، ممدوح على الجنايني على العدل على 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 لبيب على مجلسه كله 600,000 700,000 دولار. ده الزمالك مديون ب 6 مليون دولار. هتجيب منين يا عم الحاج؟ عشان كده الزمالك عايز ياخد قرض ب 300 مليون جنيه وهياخدوا القرض اللي هم عايزينه. عايز اقول في الوقت اللي الزمالك فيه مشاكل زي ما انت شايف كده، يطلع علينا موقع النهاردة من المواقع الكبيرة ويقول لك معلول رافض يجدد عقده مع النادي الأهلي وبيشترط انه يجدد عقده 3 سنين. يا جماعة قولا واحدا، الافلام الهند الرخيصة دي خلصت. ركزوا مع مشاكل الزمالك اكتر، حاولوا تدوروا على حلول لمشاكل الزمالك بدل ما انتوا عمالين تضربوا اخبار. شكلكوا بقى وحش قوي، شكلكوا بقى زفت قوي، مهروش قوي. كابتن محمود الخطيب كان من المفترض ان في منتصف شهر نوفمبر يكون في زيارة لمجلس ادارة النادي الاهلي، ولكن مع ظروف مرض السيد العمري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي تعذر زيارة مجلس ادارة النادي الاهلي لنادي الزمالك، والنادي الاهلي اعتذر بشياكة
في الوقت الراهن عن زيارة نادي الزمالك لتقديم التهنئة لمجلس إدارة السيد حسين لبيب. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا. استنى كل آرائكم وتعليقاتكم أكيد. شكرا لكم.